انتهى الشوط الأول من مباريات الكأس الغالية في ذهاب الدور ربع النهائي دون أي مفاجآت تذكر، فقد تمكن نادي السويق من تحقيق ثلاثية نظيفة أمام البشائر ليضع قدماً في الدور القادم قبل موقعة الإياب التي ستكون خارج الديار في مجمع نزوى الرياضي، فيما قطع نادي الرستاق شوطاً كبيراً نحو الوصول لمنافسات المربع الذهبي بعد فوزه على المستضيف نادي عمان بهدف دون رد في انتظار لقاء الإياب الذي سيجمع الفريقين على ملعب الرستاق. وعلى مجمع البريمي الرياضي استمر نادي النهضة في تقديم الصورة المميزة هذا الموسم وحقق فوزا ثمينا بثلاثة أهداف لهدف في مباراة سيطر فيها نادي النهضة وسط تألق المهاجم عمر المالكي. وفي آخر مباريات هذا الدور حقق حامل اللقب فوزا صعبا على الشباب حمل توقيع المدافع محمد رمضان بعد محاولات كثيرة لنادي السيب وسط تراجع نادي الشباب، وفي انتظار لقاءات الإياب وما ستحمله من مفاجآت وأحداث مثيرة للكشف عن هوية الأندية المتأهلة لدور الأربعة في مسابقة الكأس الغالية لهذا الموسم.